أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. ويوم التغابن والتباين، ويوم عين اليقين، ويوم الدين وعين اليقين، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ما لكم من ملجأ يومئذ، ما لكم من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكير. هو يوم الزلزلة والنشور، وبعثرة ما في القبور، وتحصيل ما في الصدور. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هو يوم القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هو يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في ذلك اليوم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين الملوك، أين ملوك الأرض، يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض. إن الذين كفروا ينادون
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. وصلاة وسلاما على المصطفى المختار وآله الأطهار والمهاجرين والأنصار وسائر الصحابة الأخيار ومن على دربهم سار وبنورهم استنار. أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم.